مين زرع الالغام؟ مزرعه الالغام داعش، داعش زرعتها يعني للجيش الحر ولا للقوات التركيه، هي بتعلم انه بده يجي القوات، زرعتها للمدنيين. اثرت على حياتي كثير كثير، اثرت على حياتي بين كنت اشتغل لحالي واطلع وافوت وما يعني مالي مساعد الحمد لله، يعني مالي حدا هون انا لحالي، يعني حتى عائلتي واولادي مالهم معين غير انا، وانا ما عدت احسن لا اطلع ولا افوت ولا يعني شوي يعني دمرتني مو بس اثرت علي. هذا الوقت من فضل الله والحمد لله رب العالمين، الله كرمني وبعث لي شوي، بعث لي ناس خيرين ساعدوني شوي لحتى فتحت دكان صغيرة الحمد لله، هي على غض الحال لكن الحمد لله رب العالمين عايش من وراها ومعيش هالأولاد لأني ما لهم حدا. بوجه رسالة للأشخاص المصابين انه ما ييأسوا ابدا، الانسان جبار.